كلمة الأزهر الشريف والتي سنستمع إليها من محدثنا التلفزيوني والمحكم الدولي في المسابقات الأزهرية بمصر وخارج مصر فضيلة معالي الدكتور هاني شمس، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رفع السماء بلا عمد، وضع الأرض بلا سند، خلق الإنسان وجعل من نسله الولد، سبحانه سبحانه، الملك ملكه والأمر أمره والحكم حكمه والكون كونه، يرفع من يشاء، يخفض من يشاء، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء، لأنه الله الفعال لما يشاء. استمعنا وإياكم إلى تلاوة كريمة مباركة من آخر سورة آل من آخر سورة البقرة، وقد تعلمنا أن التلاوة التي تخرج من القلب تصل إلى القلب، فهي تلاوة قصيرة لكنها غزيرة وصلت إلى القلوب. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طب اسأل سؤال بسيط، في آية بعدها على طول تشبه هذا المعنى؟ أقول لك في آيتين ورا بعض في سورة آل عمران، بس هنحط لهم واو. الآية 109 في آل عمران: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. والآية 129 في نفس السورة: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. وحيد الله. الإنسان مخلوق عجيب، حير نفسه، لأنه لو تدبر في نفسه لوجد العجب العجاب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فلما يجي فضيلة الشيخ يقرأ: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني إيه؟ يعني الإنسان
مكشوف أمام خالقه. قبل ما تتكلم هو سمعك، وقبل ما تنطق هو عارف انت عايز تقول ايه، كأنه يقول لك أيها الإنسان يا من خلقتك بيدي وكرمتك على سائر المخلوقات ونفخت فيك من روحي، خلقت من أجلك الكون وشققت لك الأنهار وزرعت من أجلك الأشجار وأنبتت منها الثمار، أنزلت من السماء ماء من أجلك، أرسلت لك الرسل لكي يخبروك بأنه لا إله إلا الله. ألا تعلم أن الكون كوني؟ ألا تعلم أنك مخلوق من مخلوقاتي؟ لماذا تحاربني؟ يقول يا ربي وكيف أحاربك؟ أحاربك إزاي؟ يقول تبارزني بالمعاصي ولا تسير في طريق طاعتي وتقوم بتكذيب آياتي ورسلي. اعلم أن الدنيا لها بداية ولها نهاية، وأن كل حي له بداية وله نهاية. أعلم ما في نفسك ولا تعلم ما في نفسي، وأنا علام الغيوب. احنا كلنا بنقرأ ايه؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فانت هتروح فين؟ هتروح فين؟ ده انت مكشوف امام ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك فضلت الشيخ هو بيقرا قال حاجه عجيبه قوي الناس بتسهى عنها. مرر بنا وطوف بنا حول مراتب ثلاث، ثلاث مراتب. هو بيختم سورة البقرة، مرتبة العفو. شو قال كده؟ فاعفو عنا واغفر لنا وايه تاني؟ وارحم. مفيش واحد هو سامع او بيقرا كده فكر اعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا؟ ده ثلاث مراتب ورا بعض. قال العلماء الإنسان عندما يطلب ذروة الشيء، مش سيدنا النبي قال كده؟ إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الإيه؟ الأعلى. فلما تيجي تقول لربنا قل له يا رب اعفو عني. حتى اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته أم المؤمنين ماذا أقول في ليلة القدر، قال اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عن. إيه حكاية العفو دي يا أخوان؟ قالوا العفو أن تسأل الله أن يمحو لك الذنب بالكلية، فلا ذنب مكتوب ولا ذنب مسؤول ولا ذنب يرى. لو ربنا عفى عنك مش هتشوف الذنب ولا تتعاتب على الذنب ولا تسمع عن الذنب، إزالة بالكلية. قال لك طب لو ما قدرتش بقى تخش في المعفو عنهم، ما تخشش، مش عارف تخش، تخش فين؟ ها اغفر لنا. قال لك الغفران هو إزالة آثار الذنب لكن الذنب مكتوب. أما تمسك الكتاب بتاعك هتلاقي الذنب مكتوب بس مش هتتحاسب عنه. قال لك طب لو ما قدرتش الذنب العفو ولا الغفران تخش فين؟
تخش في الرحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمهم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. وربنا يقول ورحمتي وسعت كل شيء. قال لك الرحمة الذنب موجود وأثره موجودة، إلا إن ربنا يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين. لذلك على كل إنسان أن يلوذ بالله في كل مكان وأمان، وعليه أن يطلب من الله العفو، وأن يطلب من الله الرحمة، وأن يطلب من الله المغفرة. لذلك في الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأرض واتساعها، وإلى البحار وأمواجها، وإلى الطيور وتغريدها، كل متحرك وساكن، وكل ظاهر وباطن، الكل يشهد بجلالي ويذكرني ولا ينساني. يا عبادي أنا الله، أنا الله، من أتاني طائعا قبلته من بعيد، ومن توكل بحولي وقوتي ألنت له الحديد، ومن أراد مرادي أردت له ما يريد، من أكرم مني جودا وكرما وأنا الجواد الكريم. الله أسأل أن يدخلنا جميعا في مستقر رحمته، وأن يدخل الفقيدة في مستقر رحمته، وأن يدخل مصر وأهلها في مستقر رحمته، وأن يقينا مكر ماكر وحسد حاسد وكره كاره، وأن ينصر مصر على أعدائها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لمعالي الدكتور هاني شمس على هذه الإطلالة الطيبة التي ذكرنا فيها بالعديد من أقوال ربنا. وإن من بين ما قال الله في هذه المناسبة، مناسبة شهر شعبان، ينادي الله عز وجل على من طلب من ربه الرحمة والمغفرة، فيقول: يا ملائكتي اقضوا حاجة عبد الليلة فقد غلب يقينه قدري. فنسأل الله في علياء سمائه أن يرحم والدتنا بواسع رحماته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يبدلها دارا خيرا من دارها، وآلا خيرا من آلها، وأن يكرم نزلها، فقد نزلت بساحة الكريم، ومن نزل بساحة الكريم فلا يضام. أيها السادة الأكارم.